مشروع توسيع نطاق الابتكار في مجال المياه في شمال الأردن مع الـ UNDP. تمكننا من التعرف على الحلول الزراعية المقدمة من الشركات المحلية في الأردن، بالإضافة لتطوير خطط الأعمال الخاصة فينا. إحنا بنعمل على تحويل الزراعة التقليدية لزراعة رقمية عن طريق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. من خلال أنظمتنا الذكية نعمل على إيصال المياه والمغذيات للنباتات بالكميات الضرورية والوقت المناسب، فبنعمل على خفض استهلاك المياه لغاية 70% في الأنظمة المغلقة ولغاية 30% في الأنظمة المفتوحة، مع إمكانية التحكم في المزرعة والنظام الري في أي مكان وأي وقت عن بعد.